صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 15 لسنة 2018 بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمية، يتبع الديوان الملكي، ويكون المركز مجلس أمناء يشكل من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، يصدر بتعيينهم أمر ملكي لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد. وتحدد مبادئ وأهداف المركز وطريقة عمله بقرار من وزير الديوان الملكي. وصدر عن عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 16 لسنة 2018 بتشكيل مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمية. جاء فيه بأنه يشكل مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي برئاسة الشيخ خليفة بن حمد الخليفة وعضوية كل من بيتسي بانيت ماثيوس عبد الرحمن، فرا بوناوي داما بونهيران، صلاح يوسف إبراهيم عبد العزيز الجودر، سوشيل مولجمال، إبراهيم داود إبراهيم نونو، سمير صادق محمد البحارنة، شهناز جابر حاجي جمال، كريستوفر مارتن بوت، كاميلو بالين، مجيد محسن العصفور. وتكون مدة عضويتهم 4 سنوات قابلة للتجديد. كما صدر عن عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 17 لسنة 2018 بتعيين أمين عام لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. جاء فيه بأنه يعين الدكتور محمد طاهر القطان أمينا عاما لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بالإضافة إلى عمله.